ها هو عام 2018 على مشارف النهاية، ويستعد لإغلاق الأبواب وراء أيام مضت، مضت بكل ما فيها من الإنجازات السارة والمفاجآت والإخفاقات والأحزان. في كل سنة نستقبل فيها عاما ميلاديا جديدا، ونودع سنة ماضية حملت في جعبتها أحداثا ومحطات هامة. في هذا التقرير نقدم لكم أبرز الأحداث الرياضية التي ظلت راسخة في أذهان المتابعين وأخذت أبعادا دولية وطنية ومحلية. شكلت بطولة كأس العالم لكرة القدم المحطة الأهم في محطات سنة 2018، حيث استضافت روسيا المسابقة لأول مرة في تاريخها، وعرف تتويج المنتخب الفرنسي بالمونديال القاري للمرة الثانية في تاريخه. أبى ريال مدريد الإسباني ألا يغادر عام 2018 إلا وأن يبسط سيطرته على أعرق البطولات الأوروبية وينصب نفسه نجما للقارة العجوز. النادي الملكي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه، وحطم رقما قياسيا كأول فريق يصل إلى هذا العدد الكبير من المسابقة. تتويج الميرينجي جاء بعد الانتصار في المباراة النهائية على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد في مباراة شهدت تألق النجم الولزي غاريث بيل. لم يكن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش يحلم بسنة مثالية كسنة 2018، حيث حصد صاحب 33 عاما الأخضر واليابس في موسم نقشت فيه مختلف الجوائز الفردية باسمه. مودريتش بدأ أولى حلقات مسلسل التتويجات بإحرازه للقب أفضل لاعب في مونديال روسيا، ثم تبعها بالتتويج بجائزة أحسن لاعب في أوروبا قبل أن يحصد نجم الريال جائزة الكرة الذهبية لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية. تألق مودريتش لم يقف عند هذا الحد فقط، بل تجاوزه ليتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في مسيرته الرياضية، موقفا بذلك هيمنة الدون كريستيانو رونالدو على هذه الجائزة. على المستوى الوطني رسمت البسمة في وجوه الجماهير المغربية في محطات كثيرة هذا الموسم، بداية بتتويج المنتخب الوطني المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لأول مرة في تاريخه. التتويج للمرة الأولى لم يكن من نصيب كتيبة المدرب جمال السلامي فقط، بل تجاوزه للأندية الوطنية، حيث فاز الوداد البيضاوي بلقب كأس السوبر الأفريقي الأول في مسيرته الرياضية بعد التفوق على عملاق من عمالقة القارة السمراء تيبي مازيمبي الكونغولي. غارم الرجاء لم يدع الفرصة تمر دون أن يسجل اسمه في لائحة المتواجدين، وذلك بعد إحرازه للقب كأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية في مسيرته، موديا الكرة المغربية لقبها السادس في تاريخ هذه المسابقة. الأفراح الوطنية لم يكتب لها أن تستمر لغاية نهاية عام 2018، حيث أصيب المغاربة بخيبة أمل بعد مشاركة متواضعة للمنتخب المغربي في مونديال روسيا، مشاركة انتظرها المغاربة 20 سنة خلت، غير أن الأسود لم يكونوا في مستوى أمالهم وتطلعاتهم بخروج صاغر من الدور الأول بعد هزيمتين وتعادل. خيبات المغاربة استمرت بفوز الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك بشرف تنظيم مونديال 2026 متفوقا على الملف المغربي بعدد الأصوات. محليا لن تنسى مدينة طنجة بمختلف فئاتها وطبقاتها سنة 2018، كيف لا وهي السنة التي عرفت تتويج فريق اتحاد طنجة بلقب البطولة الوطنية الاحترافية للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ المدينة. تتويج أدخل البهجة والسرور في قلوب الصغار قبل الكبار، وأخرجهم إلى شوارع طنجة احتفالا بمناسبة انتظروها لأزيد من 35 سنة. دموع طنجة الفرحة تحولت إلى دموع التعاسة والخيبة للأندية الرياضية بالمدينة، أندية كرة السلة كرة الطائرة وكرة اليد لوحت بتجميد أنشطتها والانسحاب من البطولة بسبب أزمتها المالية الخانقة، أزمة أثرت على بعضها وجعلتها تحتل مراكز متأخرة في البطولة، فيما تنتظر الأخرى انطلاق المنافسات ومواجهة المصير المجهول أمام عدم وفاء مجلس مدينة طنجة بتخصيص دعم مالي يستجيب لوضعيتهم المالية المتأزمة. عروس الشمال طنجة أضحت قبلة لكرة الأندية العالمية، فبعد احتضانها لمباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو الموسم المنصرم، كانت سنة 2018 على موعد هام باستقبالها لمباراة العملاق الإسباني برشلونة ومواطني إشبيلية.
السوبر الإسباني الذي احتضنه ملعب طنجة الكبير لأول مرة في تاريخ المسابقة الإسبانية شذ أنظار العالم إليه وشهد تتويج رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باللقب أمام النادي الأندلسي. شكرا لطنجة الحبيبة، شكرا لعروس الشمال هذه المدينة الجميلة.